جدولكم التحية. نحب نرحب من جديد بمجموعة ضيوفنا، سي شاكر السلطاني، عادل قرار، سي مراد حطاب، وكذلك سي فيصل دربال. باهي، قلت من أهم النقاط اللي تحدث فيها السيد مهدي جمعة خلال ندوة صحفية جمعته بعدد من رؤساء التحرير لوسائل إعلام وطنية، في الحقيقة قدم عديد الأرقام أكثر من أنه أكد على أنه الوضعية متاع الاقتصاد متاعنا صعبة برشا. نتابعوا جملة ما جاء في هذا الجانب الاقتصادي في الندوة الصحفية الخاصة بسي مهدي جمعة. أهم أشياء هو الخلل في الميزان التجاري اللي هو خلل كبير، وكذلك الارتفاع حاجات تمويل ميزانية الدولة اللي وصل، مش نسهلوها، تقريب عندنا حاجات تمويل متاع مليار دينار في الشهر. من باب المسؤولية اليوم نبدأ نعالجه في الأمور الهيكلية، ما نشبش نعالجوها بين عشية وضحاها، هذه أمور باش تاخذ شوية وقت. حددنا هدف هو التقليص في العجز ب 1.5 مليار دينار في السنة بداية من 2014. كيفاش هذا باش نقصوا فيه؟ أول حاجة في باب النفقات، ترشيد صندوق الدعم، وباش نكونوا واضحين لأنه الدعم اليوم الكل عارفين وهذه معلومة متقسمينها، مواشي ماشي للعباد اللي يستحقوها أكهو. في كتلة أجور احنا أعلناه مواشي باش يوقع انتدابات إضافية في الوظيفة العمومية دون خريجين مدارس المختصة. بنوات ليسانس قررنا باش تولي منحة خارجة على الضرائب، يعني نون امبوزابل. فيما يخص السيارات الإدارية احنا بدينا معناها باش نحلوا باب الاختيار للموظفين السامين اللي يتمتعوا بالقانون بسيارات وظيفية، باش نعوضوها كيف كيف بنفس الاسبخي متاع البنوات. تم إقرار عديد من الإصلاحات الهيكلية الأخرى. أول حاجة الإصلاح الجبائي، مقاومة التهريب والاقتصاد الموازي، هذا زاد شق كبير. إصلاح القطاع البنكي، ما نجموش نتصوروا اقتصاد متطور إذا كان ما عندوش المنظومة المالية الكاملة اللي باش تمولوا. إصلاح المؤسسات العمومية، المؤسسات العمومية تعاني حقيقة من مشاكل كبيرة. 27 مؤسسة، أكبر 27 مؤسسة في تونس، مجموع المتخلفات نتاعها 3 مليار دينار. رجال الأعمال في الأول فما دي شيف اختوى هما أقل من 50، والأكثرهم عند القضاء. احنا باش نشوفوا كيفاش نجموا نلقاو اجراءات نتاع ريكونسيلياسيون. ميزانية فيها عجز كبير ومجموعة من الاجراءات، اهمها اجراءات تقشفية داخل الهياكل او المؤسسات العمومية. سي شاكر، بوصفك زادة انت مدير عام بوزارة الاقتصاد والمالية، نحب نبدا معاك في نقطة وانه نقص من لي بون ديسونس، من استعمال السيارات نتاع الدوله، كيف الاجراءات هذه تقريب الرونتابيليتي نتاعها؟ فما ناس تقول لك جوست راهي جيست سامبوليك، ولكن فما شكون يقول لك 40 مليار مش شويه معناها كي نوفرها من العمليه هذه. رايك في هذا الموضوع؟ هي اجراءات تدخل في اطار ترشيد يعني نفقات وتحكم في الطاقه. من ناحية المادية ما هيش باش تجيب حاجة كبيرة للميزانية الدولة، لأنه وصولات البنزين هذه باش يتم تحويلها إلى جزء من، هي اصلا هي كانت جزء من 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 لي سالير تاع لي فونكسيونير، الان باش يتم تحويلها الى منحه، الى منحه تصرف مع الاجر الشهري، يعني المفعول المالي صفر طريقة أخرى. بالنسبة للسيارات الإدارية، نقول اللي الإجراء هذا يشمل عدد صغير برشا من السيارات الإدارية، يعني البارك اللي المستهدف بالإجراء هذا هو بارك صغير برشا. سامحني سي شاكر، هو عندك شي فكرة العدد الصحيح متاع البارك السيارات العمومية الكل على مستوى الوزارات الكل قديش تقريبا؟ والله هو تقال حوالي 80,000 سيارة، مش سيارة يعني نجم نعطيك بالضبط الشفرة، 1260 سيارة ومعتها متاع خطط وظيفية. أوكي،
70,000 سيارة معناتها للمصالح الإدارية. بون فوالا. بالنسبة لل 1260 لو بروبليم سوبوز على أساس 35 مليون دينار تقريبا كتوفير معناتها هذوما باش يتباعوا معنا سي مراد باش يتباعوا؟ لا مش بالضرورة، هما اختيارات دي زوبسيون، ينجموا يتباعوا ما يتباعوش، ينجموا بون فما تحويلات نتاع البنوات إكسترا. هنا اللي بون اللي أثار حفيظة، وأنا تحدثت فيه الموضوع قبل، اللي أثار حفيظة المديرين العامين وكل شيء، يقول لك أنا يا خويا زاد أبريتو ما نجمش نتنقل نهار آخر بوثائق حساسة ولا بحاجة في كرهبتي ولا في وسيلة نقل عام، رغم اللي بون فما ناس عندها سيارة واحدة شكون واقعي سيارة العائلة وكذا، يقول لك أنا ونسهر في الليل ونجي نهار السبت والأحد. على كل حال هو توا الموضوع. سي شاكر بوصفه مدير بوزاره الاقتصاد المالي نجم يكون تقلق من هذا. سي شاكر ما نجمش ما نجمش نحرجه لانه سي شاكر مربوط بوجه. لا والله يعطي الصحه، كان صريح هو توا قال لي معناها متقلق. لا خلينا نسمعوه، سامحني سي مراد، معناها شنو هو بالضبط القلق؟ معناها علاش ما فيش عيب وانه الانسان باش يقول الاجراء هذايا خاطئ ماهوش مدروس بالصحيح؟ نعم، هو ثم سوء استعمال في السيارات، لكن مش من قبل المديرين العامين. يعني ممكن في السيارات، سيارات المصلحة فيها شوية انفلات، لكن شريحة توا اللي مستهدفة ب فيزي مش مستهدفة يعني بالإجراء هذا، هي السيارات الوظيفية اللي عند المديرين العامين. أنا ما نصورش مدير عام باش يستعمل السيارة في أوجه اللي ما تليقش بمكانته هو، وما تليقش بالسيارة الإدارية، لأنه في نهاية الأمر السيارة ذيك هي رمز للدولة وللوزارة اللي يخدم فيها والإدارة اللي يخدم فيها. واضح عرفت نتاعك. أنا نحترم واجب التحفظ، خاطر هو مربوط بواجب التحفظ. بون وحنا كنا مربوطين بواجب التحفظ في النقطة هذه، لكن حبيت نقول شوف بالنسبة ل 70,000 سيارة هما الماس هي غادي 70,000 سيارة اللي تدور معناتها في الشواطئ وفي الفروحات وغيره. بون والناس تتصرف فيها معناها تصرف معناتها كما قال معناتها في. لا سامحني سي مراد باش نفهموا شوي، باش نقاطعك شوي، خليني نتفاعل معك. 70,000 سيارة هذوما سيارة مصلحة، مقتضى القانون الداخلي نتاع كل مؤسسة ولا القانون اللي صادر من الوزارة الأولى؟ معناها اللي يستعمل السيارة هذه نتاع عمل، خلينا نقولوا عنده الحق يروح بها سبت وحد، ولا في بعض حالات عنده الحق إذا كان في الليل مأخر يروح من ديبلاسمون ينجم يبيتها. هو مبدئيا نجم على الأقل ما يبيتهاش، ينجم على الاقل معناتها يروح بها ويخليها ويمشي على روحه. فما حلول دون سو كا. مثلا في المغرب وقع نهائيا الاستغناء على الوضعيه هذه ووقعت حلول اخرى مثلا. لكن شوف تو بالنسبه للسيارات، السيد رئيس الحكومه ما استفاضش برشا في الموضوع. مثلا نحكي على 28 مؤسسه تعاني من 3,000 معناها مليون دينار عجز، وهي قابله للتصليح. معناها الوضعيه ماهيش كارثيه. بالنسبه للريفورم بانكير استاذي ينجم يستفيض فيها اكثر بحكم اختصاصه وبحكم اللي هو اقترح مشروع متكامل في الموضوع هذا بنفس الكيفيه. في نرجعوا بعد مع سي اي باش نفضل انه هو يتدخل فيه الموضوع، لانه قدم مشروع متكامل فيما يخص الميزانيه التكميليه بالذات، اللي هي ما زالت مش واضحه المساله كيفاش باش تكمل. احنا العام تقريبا يعني اوشك على نهايته. اخر اضافه مراد، اخر اضافه باش ما نطولش على المستمعين، فما مساله ايقاف الانتدابات وفما مساله القطاع السياحي، فما زوز نقاط هامه جدا. بالنسبه لايقاف الانتدابات، راهو اليوم في تونس بصراحه نقولها ما نحبش نزايد وما نحبش نظهر شعبوي، راهو عندنا مشكل كبير نتاع فقر، نتاع هشاشه، نتاع ناس معناها شباب معناتها عندنا 294 حالة انتحار، أنا شفتها قلت البارح في جريدة الشروق، معناها قلبي وجعني على الآخر، معناها اللي هما شبابنا ولادنا، معناتها الناس معناتها الفقر ولا متفشي في تونس، ولينا نلاحظوا فيه شحذرنا الفقر، صحيح العجز كبير، صحيح الصعوبات كبيرة كما وقع تشخيصها للمرة الثانية من قبل السيد رئيس الحكومة. بالنسبة لل بلان امبلوا راهو تحقيق التشغيل الكامل راهو ضامن للتوازنات العام، وهذايا قريناه في الجامعات ودرسناه في الجامعات. وحاجه اخرى كيفاش
كيفاش نوصلوا نحقوا هالتوازن هذا؟ التوازن هذا يتحقق على طريق إكيليبر متكامل بين الإنتاج وبين الاستهلاك وبين الطلب وبين العرض وبين مقاومة معناها القطاع الموازي وبين معناها تكوين رأس المال الثابت وبين معناها معادلات موازنات معروفة. صحيح الوقت ضيق ياسر حتى في كلامي بالنسبة للقطاع السياحي. حبيت نأكد على حاجة بربي، القطاع السياحي خليه ورايد بجاه ربي، بربي نطلب من كل إنسان. أنا عرضني واحد في القهوة البارح قاعد نشرب في قهوة، قال لي بربي سامحني نحب نحكي معك. قالك سي مراد؟ قال لي بربي احنا عندنا مشكلة مع اليهود ولا لا؟ ما لقيت ما نقول له. والله العظيم لقيت ما نقول له، نشرب في قهوة نعم في السيجار وما لقيت ما نقول له. قال لي يا خويا راني نحب ناكل خبز. بجاه ربي رانا حاجتنا بناس تجي راهو عندنا زوز ملايين عباد تسترزق من القطاع هذا. لكن معناتها سي بوديلي معناتها قال راهو ثم 12000 واحد كانوا بشابتهم الكروازير روحوا. يا اخي بربي اختارنا من الموضوع هذا ويعمل الله مبارك فيهم في التطبيع وفي عدم التطبيع وفي كذا. وهو محمود عباس تو بيدو ماشي حتى كان لازم للتطبيع، معناتها اختارونا خلي الموسم هذا ينجح. علاش؟ خاطر لو كان نجح الموسم هذا راهو منعنا راهو 62% من العجز في الميزان التجاري. على حسب رئيس الحكومه قالوا انه باش نسجلوا نتائج في قطاع السياحه في سنه 2014 افضل من سنه ان شاء الله. لكن اعطيني تنظيف البلاد، مازال عندنا زوز ملايين ترنت وسخ ملوحين في البلاد. زاد هذاك موضوع. وكذلك من المرتقب انه حتى النتائج هذه تكون خير من سنه 2010. ايوه عندنا ديون سياحيه زاد كيف. سي عادل الكلمه ليك، اهم ما قريته في كلام سي جمعه، سي المهدي جمعه، شنو بالضبط اهم النقاط اللي تحب انت ترجع لهم؟ أهم النقاط كونه اليوم لقاو حل الحالة الظرفية واللي فما ريفورم إيكونوميك وريفورم بيجيتير 1.5 مليار دينار سنويا، هذا شيء معقول. لكن حب يقول خاصة اللي شيء راهو باش يدوم سنوات، ما جموش عندناش العادة السحرية. اليوم المصاريف أكثر من مداخيل. أول سؤال يطرح منين جات المداخيل؟ قلت ولا المصاريف كبرت؟ وثاني سؤال يطرح، هل هذا حل ظرفي؟ هل هذه حالة ظرفية أم استثنائية يعني أم حالة عادية؟ معناها هو نفس الشيء، النمو كيقل تقل المداخيل. هل باش نرجع لمستوى نمو 5% و6% ومنها المداخيل ترجع؟ في الحالة هذه يقولوا نجمو نقبلوا يعني عجز ميزانية ظرفي كبير. لكن هذا شيء خطير، لكن تتراكم الأمور وإحنا مش متأكدين اللي باش نرجع للسنة الجاية والسنة اللي بعدها إلى نسبة نمو على الأقل 5 و6 وممكن حتى 7%. هذا هو الريسك، ولهذا يلزم المصاريف تقل ويكون معناها ريفورم فيسكال وريفورم سورتو ايكونوميك تبدا بالتقليص من مصاريف الدوله. تقليص مصاريف الدوله 1.5 مليار دينار سنويا هو شيء واقعي، ولكن لازم نكونوا واضحين راهو شيء اللي يخلي الحاله تدوم مده سنوات، راهو مش في عام باش نهبطوا الديفيسيت هذايا من 8% ولا اكثر شويه الى مستوى كنا قبل اكثر من 2%. يعني اليوم لازم نتعاونوا الكل باش نخرجوا البلاد من الحاله للحاله هذيا اللي حاله مش حاله يائسه ولكن حاله صعبه، خاطر ما لازمش المساج يكون نوار وبلون، صعيبه ولكن لازم نتعاونوا عليها الكل وراهو باش تدوم. علاش؟ خاطر فما حكومات جايه بعد هذه حكومه وقتيه، يلزم تاخذ المشعل وتمشي في نفس الاتجاه. خاطر احنا مشكلتنا شنو هي اليوم؟ كل باهي وتوال الحكومه الوقتيه يعني تضمن الانديبوندونس، ولكن يلزمنا الاقتصاد ما يجي يقدم كان على ان بروغرام على 3 سنوات ولا 5 سنوات، اما يلزم كنا نمشيو فرد اتجاه. يلزم الدوله تكون مستقله من الحكومات، ولو ان الاتجاهات السياسيه تجم تختلف لكن اقتصاديا ما تجمش تبدل. نعم سياسات الاقتصاديه ما يجيبها الحكومات. طبعا السياسات الاقتصاديه، لكن فما ايفي دو ريزيليونس. ما تجمش اليوم تقول السياحه اللي موجوده في تونس سياحه ما تساعدش وبشوفوا سياحه اخرى ونوقفوا كل شيء ومن بعد نقعدوا بين البنين وما نعملوا شيء. نبنيو على الموجود ونصلحوا اي الغلط نتاعنا. سي فيصل نحب ناخذ شويه معاك بلغه الارقام. تقريب سي المهدي جمع تحدث على نسبه نمو سنابش نوصلوا نحققوها 2.8%. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية اليوم في تقرير ليه يتحدث على 3.4% نسبة نمو في 2014 باش توصل إلى حدود 4.7 سنة 2015. شنو معناتها كي نقولوا السنة باش نحققوا نسبة نمو
2.8. المواطن التونسي الزوالي المتوسط واللي لبس عليه كيفاش ينجم يتأثر سلبا أو إيجابا بهالرقم هذا؟ عفوا ساعة نسبة النمو هي نمو ناتج الإجمالي الخام. شنو الناتج الإجمالي الخام؟ يعني مجموعة الثروات اللي مش تتخلق في تونس. يعني كل مؤسسة اقتصادية قاعدة تخدم قاعدة تستهلك في ثروات، معناها استهلاك متاع ثروات، وقاعدة تخلق في ثروات. الفرق ما بين الثروات المستهلكة والثروات اللي خلقتها المؤسسة هذيك تتسمى قيمة إضافية. مجموعة القيمة الإضافية لكل متاع مجموعة المؤسسات الناشطة هذاك ناتج الإجمالي الخام. إذا كان السنة نعمل ناتج إجمالي خام معناها مجموعة الثروات اللي تخلقت صافية بالطبيعة 100 وعام الجاي نعمل 102، يعني خلقنا 2% نسبة نمو. بالنسبة لتونس مشروع القانون المالية تبنى على نسبة نمو 4%، وقتها قلناها أنا شخصيا قلت راه مستحيل في ديسمبر وفي جانفي، قلنا 4% صعيب برشا. تمت مراجعة النسبة هذه من 4% ل 2.8%، يعني نسبة النمو مش تكون في حدود 2.8%، معناها الثروات اللي مش نخلقوها في مستوى البلاد الكل بالنسبة لسنة 2013 مش تتزاد بنسبة 2.8% اللي هي نسبة ضئيلة. واضح، مش خليك توصل سي فيصل، ولكن إذا نفهمه مليح وأنه معناها من 4.8 نسبة نمو إلى 2.8، السبب متاعه هو الرجوع على تنفيذ كل مجموعة من الأتوات والمداخيل هكا؟ لا لا، خاطر الأتوات والمداخيل هذوك ما عندهم تأثير على الميزانية، على المداخيل الميزانية. أما 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 خلق الثروات، خلق الثروات هي أول حاجة، أما العامل الفلاحي مربوط بالمناخ، ثم العامل الصناعي، ثم الإنتاج، ثم الخدمات، هذوم الكل لا، وقع معناها سوريفاليسيون، وقع بتي دوباج معناها انفخنا فيه أكثر من لازم. نسبة النمو في 4%، وإحنا كي قلنا راهو 4% صعيب تحقيقها، وقتها ما نعرفوش اللي الأدوات مش وقع تراجع فيها، واللي بعض الأداءات مش وقع تراجع فيها إلى آخره. قلنا 4% صعيب ياسر بالنظر لحق ما حققناه سنة 2013، راهو سنة 2014 ما نجموش نعملوا 4%، وهذاك علاش وقع معناها التخفيض في النسبة المحتملة متاع النمو. 2.8% تظهر لي نسبة معقولة جدا نجموا نحقوها. بالطبيعة نجموا نحقوها إذا كان موسم السياحي يمشي على أحسن ما يرام، وراهو للوقت الحاضر ما هوش قاعد يمشي على أحسن ما يرام. معناها نقول المداخيل السياحية تزادت، صحيح المداخيل السياحية تزادت لكن تزادت بالدينار التونسي. راهو إذا كان نرجع بالعملة الصعبة يعني بالدولار وبالأورو راهو انخفضت المداخيل السياحية، خاطر نعرفوا احنا المداخيل السياحية إلى أخر مارس تزادت تقريب 1.5 ولا نقول 2%، ونومبر دو توريست زدنا 7%، لوركو نومبر دو توريست نفريان دير داير، زدنا نراجعوا احنا البارامتر نتاعنا، نقولوا احنا والله نحبوا 7 مليون توريست، اش تعمل بهم 7 مليون؟ إذا ما يجيش يدخلوا فمي الحياة. وهنيا بالله أنا برشا مرات معناها نطلب من مدام كربون نقول لها بالله ما عادش تحكينا على 7 مليون توريست، احكي لي، يقول لي نحب ندخل 4 مليار دينار، نحب ندخل 3 مليار دينار، ان شاء الله ندخلهم حتى زوج توريسات. زوج يجيبوا لي 4 مليار دينار مرحبا بهم. اما معناها ما هوش الفائده في العدد السياح اللي وافدين على تونس، الفائده فيش دخل السياحه للميزانيه بتاع الدوله. دونك اذا كان نقولوا احنا بالعمله صعبه، رانا وخرنا شويه، ما زلنا ما شفناش النيفو بتاع مارس 2013. إذا كان العوامل كل هذوما إن شاء الله تكون قدرة ربي عام خير بالنسبة للفلاحة، خاطر الفلاحة تساهم معناها مقدار كبير في الناتج الإجمالي الخام، نجمو نخلطوا من 2.8 ونقولوا إن شاء الله حتى 3% نجمو نخلطوا. سي فيصل، آخر نقطة معاك بخصوص مثلا الخسائر المسجلة في قطاع الفوسفات، تقريب الرقم اللي أعطاه رئيس الحكومة هو 3000 مليار، قال ويلزمنا نوقفوا التهاون هذايا مع الاحتجاجات والاعتصامات، مدى تأثيره على الدورة الاقتصادية ككل قطاع الفوسفات؟ عنده تأثير كبير. 3000 مليار تقريبا. عنده تأثير كبير، أول تأثير عنده على الميزان التجاري، العجز نتاع الميزان التجاري اللي هو في أخر مارس ب3.3 مليار دينار، عندنا عجز في الميزان التجاري، يعني وردنا أكثر من اللي صدرنا ب3.3 مليار دينار، معناها رقم كبير ياسر.
العجز التجاري معناها نسبة التغطية اللي كانت في حدود 74% السنة الفارتة مارس 2013 توا في حدود 67%، معناها نقصنا 7 بونتو. علاش؟ أنت روتر قطاع الفوسفات، قل لي حتى قطاع الفوسفات عمناول معناها كان في اضطرابات، الاضطرابات زادوا تواصلت، والاستثمار الخارجي ما مشاش مليح، الاستثمار المباشر الخارجي ما مشاش مليح، والتوريد طلع بصفة كبيرة برشا، معناها الإيرادات تزادوا تقريب 8%، بينما التصدير نقص 1.8%. دونك هذوما الكل يفسروا